السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم في قناتكم انفو تيك فان. اليوم سوف نتعرف على برنامج ايتونز، وهو منافس لايتونز. ايتونز يعتمد على درايفر ديال ايتونز الاول، يجب تنزيل ايتونز ومن بعده استخدام لوجيستيك ايتونز. ايتونز المميزات ديالو هو بسيط جدا، فيه معلومات يمكن قراءتها بطريقة سريعة. هنا ديفايس يجب وضع أو كونيكتي الايفون ايتونز باش يخرج لنا هنايا. ابليكاسيون نبغي نانستالي ديزابليكاسيون ولا نمسحو من ديزابليكاسيون ولا ندير ميزاج ولا ديزابليكاسيون، خدام بيان سور مع ايفون و ايباد. بالنسبة للموسيقى باش نسيرتو فيه الموسيقى، سينكرونيزاسيون فيه شوية رابيد شوية على ايتونز. لي فوتو ديالنا اللي بغينا نكوبيو لي فوتو، نسخة ديال فوتو نحطوهم في اي كلود فوتو ستريم. دي فيديو عاوتاني باش نحطو لي فيديو، مسحوهم نزيدو فيه لي فيديو. بوك إلا بغينا نقراو لي كونتاكت ديالنا عاوتاني نخدمو فيهم، نسحوهم نزيدو لي كونتاكت. لكن ان بوا اكسبور انفورماسيون، زانفورماسيون متعلقين بالايفون ديالنا، انت تصاوب شحال في الكاباسيتي ديالو، شحال عامر. تول بوكس هادي ما غتلقاهاش في ايتونز، كاين غير في ايتونز. بالنسبة للديسونري سينكرونيزاسيون ديال لي داتا ديالك، دير باك اب، دير ريستوراسيون ديال الباك اب، وتدخل تشوف لي فيشي، تبغي تموديفي شي حاجة في الفيشي، وهادي خطيرة باش مابغيش واحد محترف ما يدخلش لهاد الشي. الفايل ايتونز باك اب يعتمد على الباك اب اللي درتي ايتونز. اي كلود فوتو اي حاجه كنسمعو فيها اي كلود، هي واحد الخدمه لتخزين المعلومات ديالك في سيرفر في الانترنت. اوكي، خاص مثلا ايتونز كيبقى عندهم سيرفر ديال اي كلود في فوتو. باتري ماستر باش تعرف واش البطاريه ديالك واش باقا مزيانه صالحه ولا بلاش كتخسر بلاش كتعيا. ريل تايم ديسك توب غتشوف اون ديريكت غونت ايكخون الايفون ديالك ولا الايباد ديالك، يعني متفرجش فيه دير شي داتا شو باغ اكزومبل دير ريل تايم ديسك توب. هنايا باش تقدر تشونجي لي زيكون، تحيد لي زابليكاسيون، تعاود تجمعهم في دوسي ديالك ولا شي حاجة. هذا اللي بغيت تستعمل الايفون ديالك ولا الايباد ديالكم بورتابل سكانيكم في يو اس بي. اس اس شانل بالنسبة للناس اللي كيديرو سميتو جيبريك، كيخصهم اول يدخل الاس بي سبيس شانل ديالو كيقدر اول يسهم كامل ايتونز. ريل تايم لوكس اللي عندك دي زيرو كتعرفي شحال في التليفون كتعرف هنايا دي زيرو فين جايين. كراش لوك تا هو تقريبا بحال ريل تايم بحال ريل تايم لوك، ولكن المختلف عليه في انك عندك واش السيستم انستاتيج واش كومباتيبل ولا لا. فريم لوك ديال لوك بدات تيشارجي في ميزاجور. فلاش ويزار كيتبع معاك ايتاب باغ ايتاب باش دير لها ميزاجور. اوكي، هادشي باش نقدر نقول لكم بالنسبة للايتونز اللي هو منافس ديال ايتونز واللي كيعتمد على ايتونز بالنسبة للدرايفر ديال الاي ديفايس ديالكم، بالنسبة للايفون ولا بالنسبة للايباد ديالكم. كنتمنى ان يكون الفيديو عجبكم وتشاركونا في القناة ديالكم انفو تيك فان، ومرحبا بكم وعلى بالقناة.